السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، معكم أنا سنة ربيع على قناة شوية إنجليزي. تعالوا نشوف مع بعض تكملة للريبورتد سبيتش، الكلام الغير مباشر، تحويل نص الكلام عندي من مباشر لغير مباشر. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الجملة الخبرية، بمعنى الجملة اللي بتنتهي بفول ستوب. النهاردة بإذن الله هنشوف السؤال interrogative، وهنشوفه في حالتين، يا اما سؤال بهل يا اما سؤال بكلمة استفهام. كلام جميل جدا. طيب قبل ما نبدأ، سمي الله، ادعي لنفسك دعوة حلوة، خلاص بينا على مشارف نهاية الترم، اتمنى لكم عام موفق بإذن الله طلبة الصف الأول الثانوي. تعال نشوف مع بعض reported speech، الكلام المحول in interrogative في السؤال. عندي السؤال نوعين زي ما قلنا، يا اما سؤال بيس او نو، يا اما سؤال بأداة استفهام. تعال نشوف السؤال بيس او نو. لازم يبدأ بحاجتين، يا فعل مساعد يا فعل ناقص. هتقولي الفعل المساعد ده كام نوع؟ هقولك هما تلاتة، انت اكيد عارفهم، هذكرك بيهم. يا اما verb to be، يا اما verb to do، يا اما verb to have. وطبعا التلاتة في الصيغتين، يا اما present مضارع، يا اما باست ماضي. فالفعل المساعد يا باشا لو هو دو داز وديد، فانا هقول لهم انتوا فريق الفيرب تو دو. لو هو هاف وهاز وهاد، فانتوا فريق الفيرب تو هاف. لو هي ام ويز وار واز وير، يبقى انتوا فريق الفيرب تو بي. وخد بالك، دو داز مضارع فالماضي منهم ديد، هاف وهاز مضارع فالماضي منهم هاد، ام ويز وار مضارع فالماضي منهم واز وير. هما دول بس؟ لا، ده انا قلت لك فعل مساعد. لسه معايا مين؟ لسه الفعل الناقص. الفعل الناقص اللي هو مين؟ اقرا معايا، كان مضارع والماضي منها قد، والمضارع والماضي منها ود، مي مضارع والماضي منها مايت، شال مضارع والماضي منها شد، وماست ونيد ودير. كلام جميل. يعني دول ايه يا مس؟ دول اللي بتسأل بيهم هل. تعال نشوف هتحول السؤال ازاي بهل من كلام مباشر لغير ايه؟ لغير مباشر. اولا كده ببدأ بالمتحدث اللي هو السبيكر بتاع الجملة. الفعل القول هنا اكيد هيتغير، هناك كنت انت عايز تبلغ حاجة، لكن هنا انت بتسأل. فالسبيكر متحدث، الاقي فعل القول عندي هنا كلمة asked. asked يعني ايه؟ سأل. وبعد المتحدث حط الفعل asked، وبعد كده مين؟ المخاطب. كلام جميل. انت سائل هنا بمين؟ انا سائل بهل. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هناك في الجملة الخبرية كنت بربط بذات، هنا هقول لك انت بتربط يا اما بإف يا اما بويزر، يعني احط إف او احط ويزر بالظبط كده. وبعد كده بتجيب المفعول والفعل او الفعل والفعل، وبتكمل بقى ايه؟ بقية الجملة بتاعتك. ادي تركيبة. التركيبة التانية، قالي نفس الشيء بس الفعل الكل ممكن نغيره شوية. ازاي؟ قالي لو انت عندك مخاطب فانت بتستخدم ask، زي ما هناك في الجملة الخبرية لما كان عندك مخاطب كنت بتستخدم يا told يا reminded يا assured. هنا برضو نفس الشيء، لو عندي مخاطب استخدم ask. طب لو مفيش مخاطب، ثلاثة تانيين اللي هما wondered تساءل، inquired استفسر، wanted to know يريد ان يعرف. طب هنا ايه؟ هنا بقى انت مش مطالب ان انت تحط المخاطب بتاعك. طب انا لو معايا متحدث ومخاطب، معايا شخصين، قبل ما ادخل اساسا التحويلة، يبقى هنا هتستخدم ask. طب معايا المتحدث بس واحد من الثلاثة دول، وهربط بمين؟ يا اما if يا اما whether، وكمل باقي الجملة معاك. وخد بالك من كلمة whether، لان ممكن يلخبطك ما بين whether اللي هي لو، وما بين whether اللي هو الطقس. طيب عندي علامات تنصيص يا مس، هحذفها. عندي علامة استفهام، هحذفها وحط مكانها نقطة. كمل معي. الفعل بتاعي، قال لي لو انت عندك مخاطب فسي وسيز تو تبقى ask و asks، لو said to تبقى ask. الأزمنة بتتحول للأبعد، بتنزل درجة زي الجملة الخبرية.
طب ظروف الزمان والمكان ومش عارف ايه، وضمير فاعل وضمير مفعول، كل الكلام ده، كل التحويلات زي ما هي، ولكن الاختلاف عن فعل القول تركيبة الجملة. طب بص يا سيدي، لقيت هنا الجملة بتاعتي فيها 2 كوتيشن، انت مباشر ولا غير مباشر؟ هتقول انا فيها كوتيشن، يبقى انا مباشر. سائل بمين؟ بويل، اللي هي هل. طيب فين المتحدث؟ اشرف. فين الفعل؟ سيد. هبدأ بمين؟ بأشرف. في هنا مخاطب؟ لا، يبقى سيد تحول الى يا wondered، يا wanted to know، يا inquired. كلام جميل. انا بسأل بهل، ماشي، هتربط بمين؟ هربط بإف. طب اليو حولها الى اي. طب الماضي من ويل، احنا بننزل درجة، يبقى وود. يعني انا هجيب وود، هتجيب. ويتحط مصدر اللي فوق هو الفعل مين؟ باي. ويلا نحول الضمير ذس، او من عليه ظرف المكان ذس، الى ذات. يا ضمير إشارة، يا ظرف مكان، يا ظرف زمان، على حسب. ماشي، اديني المثال التاني. Is anyone here؟ He asked، بيسأل. هو في حد هنا؟ كلام جميل. معاك مخاطب؟ لا مش معايا، يبقى he asked، هو بيسأل. أربط بمين؟ يا إما if يا إما with. فين الفاعل؟ anyone، ينزل زي ما هو. زمن الجملة مضارع، ينزل يبقى ماضي، فالاس تبقى was. وطبعا ظرف المكان here يبقى ظرف مكان اسمه there. المثال اللي بعده بيقول لي هنا have you met my sister؟ هل انت سبق لك ان قابلت اختي؟ ندى بتقول لي ريم، او ندى بتسأل ريم. انت عندك هنا متحدث ومخاطب، عندك 2، يبقى تحط مين؟ احط asked. طب يلا، يبقى ندى asked ريم، بتسأل ريم. اربط بمين؟ اللي انت عايزاه، يا اما if يا اما with. يو هنا هتقول لي يو هنا انا مرتاح في تحويلها، لان المتحدث والمبلغ الاثنين مؤنث، فبالتالي يتحول ويبقى she. الهاف بتاعتي يا مس، مش دي مضارع؟ احولها وتبقى ماضي، فالماضي من هاف يبقى هاد، والتصريف زي رقم 3 زي ما هو met. my sister اختي، يلا نحول صفة الملكية ماي طبقا لندى، فتبقى هير، وحط ننزل كلمة سيستر. انزل يا باشا في اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول لي كان يو سويم، تستطيع انك تعوم يا طارق؟ عمر سيد. فلاقي طارق جوه الكوتيشن، لما تيجي تحول هتطلعه لي بره، هات لي طارق بره الجمله. فهنا نقول عمر اسكت طارق، عمر بيسال طارق. هنربط بمين؟ يا اما اف يا اما ويزر. كان تتحول وتبقى كود. طب الفعل يو حوله يبقى هي، ونحط مصدر الفعل اللي هو مين؟ سويم. يلا يا سيدي، 6 نقاط هنشرحهم ونوضح ايه الفكرة منهم. بيقول لي اول ملحوظة معايا، انت لو هتسأل بهل، كلام جميل، فانت عندك الverb to do اللي هو المساعد do او does، هعمل ايه؟ بحذفها. طب هحط مكانها ايه؟ الفعل الاساسي. طب هي do does بتوع مين؟ بتوع المضارع. طب لما احولها هحولها لايه؟ هحولها الماضي، ما هي مضارع بسيط فتتحول لماضي بسيط. طب اديني مثال عشان افهم. Do you get up early؟ ده سائل هل بمين؟ سائل بدو، يبقى اعمل حسابك كده من البداية ان دو محذوف، ماشي. ولقيت المبلغ جوه الكوتيشن، اعمل حسابك يا مريم انك هتطلعي بره هنا. ولقيت زمزم سد، انت يا زمزم مين؟ انا المتحدث. عندك لسه مبلغ، فسد تحول الى ask، وطلع مريم انزلها هنا، متحدث فعل الكول والمبلغ. هنا تسأل بهل، يبقى اربط بمين؟ يا اما اف يا اما وذر. كلام جميل. اليو هحولها الى شي. طب دو هنقول لها مع السلامه، ما عدناش محتاجينك. الفعل جت، هات الماضي منه يبقى جات، وكمل باقي الجمله. طب يا مس لو عندي ديد بتاعت الماضي البسيط، احذفها والفعل بتاعي الاساسي ده، ما بدل ما كان ماضي بسيط هحوله يبقى ماضي تاني. يوم طالع لي واحد كده من نص المجموعة ويقول لي ما هو مصدر اهو، ما هو يا فالح احنا سائلين بديد اللي هي مين؟ اللي هي هل. فبالتالي زمن الجملة هنا ايه؟ ماضي بسيط. انزل الماضي البسيط ينزل درجة فيبقى ماضي تاني، فحول الماضي البسيط ده ينزل درجة يبقى ماضي تاني. المثال معايا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي did you see، هل انت شفت the criminal المجرم؟
the officer said. الضابط بيسأل، ابدأ يلا بـ the officer said. طب أنا عندي هنا يا مس أحول said إلى إيه؟ إلى ask. كلام جميل. أسأل بمين؟ يا إما if يا إما whether. ماشي. اليو حول إلى I did، هنقول لها مع السلامة. بس خلي بالك الفعل بتاعك هيبقى ماضي تام، فبالتالي يبقى مين؟ يبقى had seen the criminal. بعد if whether بيجي الفاعل أو المفعول ثم الفعل. إزاي؟ المثال بيقول لي can you make pizza؟ she asked. يلا نقول she asked، هي بتسأل. if whether يا ده يا ده، اليو تحول إلى I، can تبقى could، ومصدر مين؟ الفعل. يبقى if whether يأتي الفاعل أو المفعول ثم الفعل، يعني على حسب الجملة اللي عاد. خد لي بالك لو هو سؤال بهل، انت بتحذف الكوتيشن وأداة الاستفهام وبتحط مين؟ وبتحط نقطة من عندك. أقدر أقول ده يعني شرح وافي للسؤال بهل، من المباشر للغير مباشر. اللي جاي شرح السؤال بكلمة استفهام، ركز معي. reported WH question، الأسئلة في الكلام الغير مباشر. أدوات الاستفهام عندي what، مع وماذا، when عندما، where أين، why لماذا، who من وهوز الملكية، which we how. المثال بيقول يا سيدي why has she arrived. الجدع يقول لي هنا الزمن ايه، ليه هي وصلت البيت متأخر، وانا عندي هنا مين؟ عندي كوتيشن اسكت علي. ده شكل. الشكل التاني ممكن تبدأ بعلي وتقول علي أسك وتحط السؤال بتاعه. لازم تبقى جدع وتحدد زمن الجملة أو زمن السؤال. أنا لقيت المساعد عندي هاز وفعل تصريف رقم 3، أقوم قايل له أنت بالبنط العريض كده وبالعربي أنت مضارع تام، فالمضارع التام ينزل ويبقى ماضي تام. كمل معانا واحدة واحدة. تتكون جملة السؤال بعد استفهام في الكلام الغير مباشر. احنا قلنا الجملة الخبرية اربط بذات، الجملة الاستفهامية بهل اربط يا اما اف يا اما ويزر. طب لو اداة استفهام اربط بعد الاستفهام نفسها اللي هي عندي هنا مين؟ واي. ماشي، يعني هتقول مبلغ علي، فعل الابلاغ اسكت. ماشي، وتحط اداة الاستفهام هربط بيه. ماشي، وبعد كده تحطوا نص الكلام اللي هو نص الكلام الغير مباشر. سما اسكت عبده، وربطت هنا بمين؟ بوين، وحولت جملة او زمن الجملة بتاعي. سما wondered تتساءل، wanted to know عايزة تعرف، واربط بمين؟ اربط بوين، وبعد كده ايه؟ عبده، وبقيت الجملة. ماشي، يستخدم الفاعل وليس الفعل المساعد بعد الاستفهام. ازاي؟ I wondered انا بتساءل، أدوير أداة الربط. ماشي، دي يعتبر كده بتربط ملهاش دعوة، وبعد كده فاعل فعل عشان ما تروحش تعكس الدنيا وتقولي ده أداة استفهام، يلا نجيب فعل مساعد. هنا أداة الاستفهام رابط وليست صيغة استفهام. أدي النقطة رقم 4. النقطة رقم 5، الضمائر بتتحول على حسب المتكلم أو على حسب المخاطب، زيها زي الجملة الخبرية بالظبط. عمر أسكت، يبقى عمر أسكت، احذف بقى الفصلة والكوتيشن. فين الفاعل؟ لقيته مام داخل الكوتيشن، تعالي هطلعك بره. هنا سأل بايه؟ بوين، يبقى نربط بوين. كلام جميل. الفاعل عندي مين؟ يو. طب عمر كان بيسأل مامته، فمامته دي مؤنث، فيو تحول الى شي، والمضارع تنزل تبقى ود ماضي، واجب مصدر الفعل. ذا ليسون فور مي، مي دي اللي عايز عايدة على عمر، يبقى حولها الى ضمير مفعول، فمي تحول الى هم. النقطة رقم 6، الظروف زي ما احنا متفقين بتاعت الزمان وبتاعت المكان بتتحول زيها زي الجملة الخبرية. يوم واحد قايل لي يعني اللي انا افهمه يا مس الزتونة ان التحويل الازمنة في التلات صيغ واحد، تحويل ظروف المكان والزمان والضمائر واسماء الاشارة زي ما هي في التلاتة، التلاتة اللي هما مين؟ الخبرية والاستفهامية، يبهل يبكلمة استفهام. كلام جميل. بص هنا ناو الآن، لما جيت أحولها لغير مباشر حولتها لزن. يلا أبدأ بيه
المبلغ زياد اسكت طلع اي من جوه الكوتيشن طلعها بره، اربط بوير، حول يو الى شي عشان انا بكلم ايه، وار حولها للماضي تبقى واز، وكلمه ناو تبقى زد. الازمنه نفس الشيء، تعالى كده معايا، الاقي ار يو ليفينج هتقول لي ده اسم مضارع مستمر. طب مضارع مستمر ده الدور الثاني، انزل بيه الدور الاول فلاقيه بقى مين؟ بقى ماضي مستمر. قال لي لو عندي فعل مساعد اللي هو دو داز زي ما احنا عارفين ما بستخدمهمش، ولو ديد ما بستخدمهاش، ولكن قال لي لو عندك دو فاعرف انك هتنزل من المضارع البسيط الى الماضي البسيط. يعني لو عندي دو داز يبقى ده مضارع بسيط، انزل ويبقى ماضي بسيط. لو عندي ديد يبقى انت كده في الماضي البسيط، فتنزل من الماضي البسيط بتاعك ده وتبقى ايه؟ وتبقى ماضي تاني. كلام جميل. النقطة رقم 10 واخر نقطة معايا، يمكن استخدام افعال الابلاغ الخاصة بالجملة الخبرية قبل اداة الاستفهام عند الرد على سؤال وليس في الكلام الغير مباشر. طب تعالى كده بص معايا هنا، مع تغيير فعل القول بيتغير معنى الجملة. ازاي؟ I told أيمن، ماشي انا قلت لأيمن why the meeting was cancelled، يبقى انا قلت لأيمن ايه السبب اللي الاجتماع اتلغى عشان ليه؟ هتقول لي يا ميس دي جملة خبرية، يبقى اذا هما بيتكلموا مفيش هنا لا استفسار ولا فينا شيء حاجة مجهولة، احنا بنتكلم مع بعض، فانا قلت له سبب الغاء الاجتماع. طب انزل تحت، I asked أيمن، أنا سألت أيمن why the meeting was cancelled، انتوا ليه لغيتوا الاجتماع؟ يعني انت هنا ايه؟ انت هنا بتسأل عن السبب، يعني انت هنا ما تعرفش حاجة. يبقى عشان ننهي الحوار، تحويلات الأزمنة زي ما هي في الجملة الخبرية في السؤال، تحويلات ظروف الزمان والمكان، ضمير الإشارة، و زيها في الجملة الخبرية زي السؤال بالظبط، واللي هي الضمائر سواء فعل أو مفعول برضو في الجملة الخبرية زي السؤال. قدرنا نقول إن الوحدة 10 خدت مننا حلقتين في شرح الجرامر، لأنه جرامر كبير حيثياته كتير، ما سبناش ولا نقطة بعون الله، كل التركات شرحناها مع الشرح الأساسي للزمن. طبعا الحل ده شغلك أنت بقى يا باشا، تخلص وتشتغل الحل ده كله وتخلصه. عم وفق بإذن الله. طلبة الصف الأول الثانوي، كانت معكم من سن ربيع على قناة شوية إنجليزي. دمتم بخير والسلام عليكم.